السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باشمهندس الله فاضل معاكم مهندس اسلام جميل. المشاريع اللي احنا بنقابلها يوميا نكاد لا يخلو منها الاستيل، سواء كان حضرتك هتعمل مشروع من اوله لاخره استيل او كان جزء واحد فقط منه، سواء مثلا كابولي او كان كانوبي او كان مظله، ايا كان الحاجه الاستيل حضرتك هتتعامل معاها. فبلاقي ناس كتير جدا بتروح على طول داخله على برامج التصميم بقلب جامد كده ويقول ان انا عايز اتعلم برامج التصميم. يبدا الراجل يتعلم في البرنامج لحد ما يوصل لحد مرحله الديزاين، ان هو يبدا يعمل ديزاين للقطاعات، وطبعا بنلاقيه كالمتوقع بيبدا يقف ويعطل. طب ايه السبب وليه؟ طبعا لانه مش فاهم اساسيات الديزاين، مش فاهم هو بيعمل ايه اصلا عشان يقدر يصمم القطاعات. من هنا كده انا بدات افكر ان انا ابدا اعمل كورس جديد ان شاء الله للستيل، مختلف تماما سواء في اسلوب الشرح او المحتوى باذن الله تعالى. هنشرح فيه كل حاجه تخص الستيل من الالف الى الياء. هبدا مع حضرتك من اول خواص القطاع، يعني ايه الاريا، يعني ايه مومنت اوف انرشيا، لحد ما توصل لحد ديزاين لمشروع بالكامل. اسلوبنا كمان هيكون مختلف تماما، هضيف كمان اساليب جديده ان شاء الله للشرح، هيكون فيها تفاعل اكتر وهتدي روح اكتر للكورس والتعامل مع حضراتكم باذن الله تعالى. هنتعلم خلال كورسنا ان شاء الله من خلال فيديوهات مسجله. طبعا هتقول لي ايه الجديد حضرتك يا باشمهندس، فيديوهات مسجله؟ ما الناس كلها بتعمل فيديوهات مسجله. اقول لحضرتك لا، المره دي انا هعمل فيديوهات مسجله لايف، يعني سيادتك هتشوفني قدامك واقف قدام الكاميرا زي ما انا بكلم حضرتك كده وبشرح لك كل حاجه بالتفصيل، وده اول اسلوب هعتمد عليه في الفيديوهات. ثاني اسلوب ان شاء الله هعتمد عليه ان انا هشرح لحضرتك بالورقه والقلم. هتلاقينا عمال اضلع في حضرتك كده، عمال اديك في شويه الوان كده وعمال اظبط لك الدنيا عشان تبدا تفهم معايا المعلومه بطريقه كويسه ان شاء الله. كمان هتلاقيني بشرح لك زي اسلوب المحاضرات على وايت بورد، ولا اقول لك بلاش نجيب سيره المحاضرات، في ناس عندها عقد نفسيه من المحاضرات دي تماما. خلينا نقول ان احنا هنشرح باسلوب جديد عن طريق الوايت بورد، عن طريق السبوره، ان انا هبدا اقف واشرح لحضرتك كمان عن طريق الوايت بورد. كل الطرق اللي هتوصل لك المعلومه باذن الله تعالى باسلوب شيق واسلوب سهل باذن الله هنتبعها في الكورس بتاعنا المانيوال ان شاء الله. متوقع ان الكورس بتاعنا اول مرحله هيكون التصميم بالكود الامريكي، هينتهي ان شاء الله في منتصف الشهر القادم باذن الله تعالى، يعني تقريبا 15 12 من الشهر القادم باذن الله. وبعدها ان شاء الله هندخل على الكود الاوروبي وهنشرحه بالتفصيل الممل. مش بس كده، ده احنا هنطبق على مشاريع واقعيه وهنبدا ناخد المشروع ده وهنبدا نحله مانيوال. يعني ايه مانيوال؟ هاخد المشروع اللي قدام سيادتك ده اللي متطبق على ارض الواقع، هنحله بالورقه والقلم ونطلع النتائج بتاعته ونبدا نقارن كمان مع نتائج البرنامج عشان نشوف احنا اصلا شغالين صح ولا احنا بنهبد اي كلام وخلاص. ان شاء الله تبقى دوره فريده والاولى من نوعها باذن الله تعالى، سواء كان في الشرح او الاسلوب او المحتوى باذن الله تعالى. عشان كده كل اللي طلبه من حضراتكم هو طلب بسيط جدا جدا، ان احنا نبدا ننشر المحتوى بتاعي عشان يقدر يوصل لاكبر قدر ممكن للمهندسين، لعل وعسى حد غير حضرتك يقدر يستفاد مني ويبدا يدعي لي دعوه ولو دعوه بسيطه باذن الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت نسيت حاجه مهمه جدا جدا، اوعى تنسى تعمل لايك وشير للفيديو بتاعنا عشان يقدر يوصل لاكبر قدر ممكن باذن الله تعالى. جزاكم الله كل خير، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.